مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وأسبوع بلد جديد وتقارير جديدة وأخبار أيضا جديدة، أبرز ما لدينا في هذا الأسبوع. يوم اللغة المهرية، فعاليات لإحياء التراث المهري العريق. مطار سقطرى الدولي، دوره وأهميته. فن المكياج السينمائي لأول مرة في مارب. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. كانت هناك احتفالية في المهرة، هذه الاحتفالية أو هذه الفعاليات التي أقيمت في مدينة الغيضة كانت لغرض إحياء يوم اللغة المهرية. المشاركون أكدوا على أهمية الحفاظ على هذه اللغة من الاندثار، وحددوا أيضا عددا من الإجراءات المطلوبة لذلك. نشاهد وإياكم يوم اللغة المهرية والفعاليات في هذا اليوم من أجل إحياء التراث المهري العريق في سياق هذا التقرير. على مدى يومين أقيمت فعاليات متنوعة لأحياء اللغة المهرية في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، والتي أكدت على أهمية الحفاظ على هذه اللغة القديمة وما تمثله من إرث حضاري عريق. يقع على عاتقنا واجب كبير جدا، وهو أن نحافظ على لغتنا وتراثنا. ومعلوم لدى الجميع أن اللغة هي الحامل للثقافة والحامل للهوية لأي مجتمع كلامي. فالآن مثلما يتحرك الشخص بجوازه أو بهويته ليعرف بين الناس، نحن المهرة نعرف بهذه اللغة وبهذه الثقافة وهذا الموروث، فوجب علينا الحفاظ عليه وتوثيقه. الفعاليات التي شارك فيها كثير من الباحثين والمهتمين أكدت على ضرورة مساهمة الجانب الرسمي في الحكومة والسلطة المحلية باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع اندثار هذه اللغة الضاربة في أعماق التاريخ. من اللغات الجنوبية القديمة، ونظرا لانتشار اللغة العربية على مستوى المحافظة، فالكثير من المدن الحضرية بدأ الناس يتداولون اللغة العربية خاصة، وبدأت تنتظر اللغة المهرية. فنشد على الأخوة في مركز اللغة المهرية أن يبحثوا بحيث أنها تدخل من ضمن المناهج الدراسية للطلاب خاصة في المدارس الأساسية. إدراج هذه اللغة في المناهج التعليمية وبدء وضع نظام كتابي لها وتدوين ما تملكه من ثراء لغوي وأدبي، وتشجيع الدراسات والبحوث حولها كانت ضمن مقترحات عديدة للحفاظ على اللغة المهرية. نشاط المركز فيما يتعلق بالمعجم الخاص باللغة المهرية والجهد الذي بذل فيه مشكورين عليه. نشاط المركز منذ التأسيس إلى يومنا هذا حاضر وبادي للعيان، فبالتالي نؤكد أننا في السلطة المحلية سنظل داعمين وسيستمر عطانا للمركز وقيادات هذا المركز، وسيكون بإذن الله أنشطة وإبداعات وتميز في الفترة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. تم اختيار 2 أكتوبر من كل عام يوما للاحتفاء باللغة المهرية القديمة، وهذا هو العام الثالث الذي تقام فيه مثل هذه الفعاليات، لكن هذه النشاطات العابرة لم تعد كافية لمنع اندثار هذه اللغة التي تعد إرثا تاريخيا عريقا وكنزا لا يقبل التفريط. لبرنامج أسبوع البلد، محافظة المهرة. فعاليات جميلة في يوم اللغة المهرية. ننتقل إلى سقطرى، ففي عام 1999 وبدعم من الصندوق الدولي أنشئ مطار سقطرى الدولي، وكان الهدف من إنشاء هذا المطار هو تقديم الخدمات لأبناء الأرخبيل وزائر الجزيرة. إلا أن هذا المطار لم يفعل بالشكل المطلوب ولم يحظى بالاهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة،
مطار سقطرى أو مطار سقطرى الدولي دوره وأهميته، نشاهده في سياق هذا التقرير. سقطرى أرخبيل يمني مكون من 6 جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج عدن، وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر اليمنية والعربية بطول 125 كيلومترا وعرض 42 كيلومترا، ويبلغ طول الشريط الساحلي فيها 300 كيلومتر. حديبه هي عاصمة الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه نحو 100,000 نسمة. ترجع شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية العصر الحجري وازدهار تجارة السلع المقدسة ونشاط الطريق التجاري القديم. الطريق والموقع الاستراتيجي الاستثنائي والفريد لسقطرى والذي تكمن أهميته للتحكم بطريق الملاحة الدولية قديما وحديثا جلب للأرخبيل أطماعا عبر العصور. في 1999 وبدعم من الصندوق الدولي أنشئ مطار سقطرى الدولي تحت مواصفات عالمية، ما يؤهله لاستقبال جميع أنواع الطيران المختلفة المدنية والعسكرية. وبقدر أهمية المطار لأهالي الجزيرة إلا أن وجوده لم ينعكس عليهم بشكل مباشر. الكثير من سكان الأرخبيل لجأوا إلى ركوب أمواج البحار وقطع المحيطات في سفن غير مخصصة للسفر، وتعرض المئات منهم للموت والفقدان، في حين أن للمطار مآرب أخرى. ويعد مدرج مطار سقطرى الدولي أقوى وأكبر مدرج على مستوى مطارات اليمن، يعمل ويستقبل هذه الأيام بشكل متسارع رحلات دولية ضخمة ومشبوهة دون أدنى إجراءات قانونية متبعة في كل مطارات الدنيا، في حين يموت أهالي سقطرى بشكل يومي في عرض البحر. كان الله في عون سقطرى وجميع المحافظات في اليمن. أسباب متعددة أحدثت ارتفاعاً هو الأول من نوعه في أسعار الخضار والفواكه بحضرموت، ما أدى لعزوف الكثير عن شرائها والمطالبة بإعادة النظر في الاهتمام بالزراعة المحلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. نشاهد وإياكم المزيد في هذا التقرير. لأول مرة تصل أسعار الخضار والفواكه بالأسواق في محافظة حضرموت لهذا الارتفاع الجنوني الذي تعددت أسبابه، لكنه أرهق كاهل المواطنين باعتبارها احتياجا يوميا لهم يستهلك جزءا كبيرا من دخلهم مع انهيار قيمة العملة المحلية وتأثيرها السلبي على مختلف جوانب الحياة. ارتفاع الخضار والفواكه شيء ينوني للأسف الكبير، لأنه الأول مرة تشهد الوادي هذا الارتفاعات. بطاطس ب 1500، طماطم 1500، يعني أصبح في قيمة حبة الطماطم في حبة تفاح. كنا نقول التفاح ما يعني يلا نجيبه كان بال 1800، الآن أصبح الطماطم قدرنا ندخله بيوتنا، وهذا غلاء فاحش. الفارق السعر في الصرف بين المناطق التابعة للشرعية والمناطق التابعة للحوثي فارق حتى في حوالة الفلوس 40% 35%. شفت عمولة التحويل هذه ضرت نحن في البضايع اللي فيه منصنعة زادت أسعارها، إضافة أن الطريق كانت 8 ساعات الآن الطريق صارت 24 ساعة وأحيانا تكون 12 ساعة وضياع في الصحراء، وذا برضه زيد في الأسعار. والشيء الآخر أنه البلاد الآن وزارة التجارة ما تشرف على التصدير الفواكه والخضار هذه لاكتفاء ذاتي، ما في شيء دراسة ولا تحصل الآن اللي يستوردونه اللي يصدرونه أكثر من اللي هو المفروض يكون في اكتفاء، هو اللي يعطوا حياة الناس وحياة البلاد وحياة المواطنين. الارتفاع أحدث سخطا في أوساط السكان، كون المحافظة أرضا زراعية خصبة لأصناف متعددة من هذه المحاصيل، لكن ضعف الاهتمام من قبل الحكومة والمزارعين أنفسهم وترك الكثير منهم الزراعة جعل المحافظة غير قادرة على الاكتفاء ذاتيا من المحاصيل المحلية. إنتاج المحلي قل بسبب عدم تشجيع المزارعين، تكلفة الديزل، شبكولهم بالكهرباء زادوا عليهم بالكهرباء، شبكولهم منا حاربوهم منا، يعني كما واحد يحب التصحر، عدم تشجيع المواطن في كل شيء، يعني في اسعار غليت طماطم السنه هذه اسعار خياليه 1500 كيلو، ما بدنا طلع السعر هذا بدنا نغليت وقصص موسمها تطلع 800,000 بالكبير، السنه هذه غلى غير طبيعي.
أسباب كثيرة أدت لهذا الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه بحضرموت، لكن ضعف الرقابة من قبل الجهات الحكومية في ظل ظروف البلاد السياسية المضطربة شجع على التلاعب بالأسعار في مختلف مناحي الحياة. لبرنامج أسبوع البلد، عبد المجيد باخريصة، حضرموت. كان الله في عون المواطن. إذا كانت الخضروات والفواكه لا يستطيع الناس شراءها، فما بالكم بالأشياء الأخرى؟ نسأل الله أن يخفف عن الجميع. ننتقل إلى شبوة، حيث أقيم في مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي حفل فني وكرنفالي قدم خلاله العديد من الوصلات الغنائية والرقصات الشعبية احتفاء بالأعياد الوطنية. ضم هذا الحفل عدد من الوزراء، وزراء الحكومة الشرعية حضروا هذا الحفل، وأيضا حضر جمع غفير من أبناء شبوة، وعكس الحفل جانبا من التراث الشبواني الأصيل. المزيد من التفاصيل نشاهده وإياكم في هذا التقرير. بفلكلور شعبي وأغاني وطنية، احتضن مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي حفلا غنائيا ورقصات البرع الشبواني الأصيل ضمن فعاليات الاحتفاء بزوار محافظة شبوة من وزراء الحكومة الشرعية بعاصمة المحافظة عتق. تعددت فقرات الحفل بين البرع والأغاني الوطنية والقصائد الشعرية التي تعد من الموروث الذي يؤدى في المناسبات والأعراس، ويعتبر من التقاليد التي يتوارثها الشبوانيون ويعتبرونها جزءا من تراثهم. الأغنية الشبوانية تتميز من طبيعة ألوانها الغنائية المتعددة بالمديريات. نحن أقمنا عدة يعني حفلات غنائية، ويعني حاولنا نظهر المحافظة بتراثها العريق المتميز بأداء نخبة من الفنانين بالمحافظة. الفعالية عكست صورة من المخزون الثقافي الشبواني وعراقة اللحن الغنائي البدوي، حيث عزفت منه مقطوعات غنائية جسدت مدى رونق وأصالة الغناء الشبواني. قدمنا الرقصة الأولى رقصة الشرح من التراث، والرقصة هذه تعبيرية وتعبر عن الأفراح وعن المناسبات، والرقصة هذه تتميز بالحركة السريعة والإيقاع السريع ونغمة المزمار وعدة الوصلات من الحركات الشرحية فيها. والرقصة الثانية اللي هي لوحة تعبيرية تعبر عن الزراعة من بداية الزراعة إلى نهايتها، تعبر بالتفجيش اللي هو تكسير الأرض وتفجيحها وحرثها. شبوة موطن الفنون المميزة الضارب جذوره في أعماق التاريخ، وتشهد المحافظة هذه الأيام زخما ثقافيا، خصوصا بعد أن أصبحت آمنة مستقرة. عوض صالح، لبرنامج أسبوع البلد، شبوة. لم يودعه أحد، كان بالنسبة لهم وطنا داخل الوطن، في محطة الباصات الوحيدة بمدينته ترك ظله واقفا بانتظارهم، لملم بقاياه وغادر. كان هذا اقتباس من أصدقاء، والتي كانت هي أول قصاصات من كتاب رياح في قصاصة عنيدة، الذي احتفل الدكتور محمد الشميري بولادة أول كتاب له بحضور كوكبة من الأدباء والكتاب اليمنيين، وأيضا بحضور مجموعة من الشباب المهتمين بالجانب الأدبي. كاميرا أسبوع البلد كانت هناك، نشاهد وإياكم. في العاصمة صنعاء احتفل العشرات من الكتاب والأدباء والشخصيات الاجتماعية بتوقيع كتاب رياح في قصاصة عنيدة للكاتب الدكتور محمد الشميري، وهو الكتاب الذي جمع بين القصة القصيرة والومضة. أشكر قناة المهرية على حضورها وتوثيقها وإتاحة الفرصة للحديث عن رياح في قصاصة عنيدة. أدري أن السؤال الأول الذي يطرح نفسه لماذا رياح في قصاصة عنيدة، أعتقد أنها سيرة ذاتية لي أنا شخصيا ولكل من اقترف الكتابة واقترف الحياة.
رياح في قصص العنيدة هي اختصار على أننا نعيش ونصر على الحياة ونصر على الجمال والفن والإبداع. لا حياة بدون الفن والإبداع والجمال. هذا باختصار إجابة على السؤال لماذا رياح في قصاصة عنيدة. صدر الكتاب عن متجر كافي بوك وهو الإصدار الأول للكاتب، كما قرأ الشميري للحضور بعضا من قصاصاته العنيدة والتي تحمل رياح تجاربه الطويلة. طبعا هو الإصدار الأول لي ورقيا والخامس من المسودات والثالث بعد ضياع عملين إبداعيين ديوان شعري ورواية. فعالية اليوم أو توقيع الكتاب أو الاحتفائية نسميها بأي مسمى لكنها تظل تحت عنوان واحد، عنوان أبرز هو الحياة والفن والجمال. أكرر شكري لقناة المهرية لأنها أثبتت أن هناك من يلتفت للجمال وأن هناك من يلتقط بغمزة الكاميرا كلما يجعل الحياة أجمل. شكرا كما يليق بكم. وقد تضمن الحفل معرضا فنيا للفنان نبيل قاسم باسم قصاصات مرنة، وتضمن الحفل أيضا قراءات مختلفة من قبل مجموعة من الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء، كما تضمن أيضا نقدا أدبيا للدكتور قائد غيلان بالإضافة لفقرات موسيقية لمحمد سلطان وغنائية بصوت الطفل أمجد نبيل. بلشنا في الحديدة في 2017 وبعدين انتقلنا لصنعاء وحاليا حتى نوزع في عدة محافظات في عدن والمكلا ومأرب وضمار وتعز. يعني والحمد لله المتجر يعني في طور التطور وإن شاء الله الحق قريبا حيكون عندنا موقع إلكتروني مختص في بيع الكتب لأول مرة في اليمن. لحتى الآن الإصدارات تقريبا 10 إصدارات، آخرهم إصدار الدكتور محمد الشمير رياح في قصاصة عنيدة، ومعنا رواية باللهجة الصنعانية اسمها أقدار ولكن، ورواية للدكتورة نادية الكوكباني رواية صنعائي، وإن شاء الله إلها روايات حيكون قريبا حتصدرهم يمكن مع نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة. وبحسب النقاد فإن الكتاب من غلافه يظهر الدلالات الأنثوية في الخطاب بالمجموعة القصصية، وإن الغلاف يتجنب بعنوانه وصف قصص ويترك ذلك للقارئ. واختتم الحفل بتوزيع نسخ من الكتاب للحاضرين تحمل توقيع الكاتب، وترجع أهمية هذا الحدث باعتبار الكتاب ومضة نور في كومة الخيبات والحرب التي تمر بها اليمن. تكرموا بالبقاء معنا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعده لمواصلة أسبوع البنات. حلقة جديدة من شير، مرحبا بكم. في كل يوم ثمة جديد. تتفاعلون، تنشرون، تغردون وتشاركون. نجمع المعلومات والأخبار. نرصد ونتابع. ومن خلال شير نضعها على الشاشة. في شير نأتيكم بالخلاصة. شير يأتيكم السبت والأربعاء في 8:05 مساء ويعاد بثه في الأوقات التالية. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى محافظة الحديدة، وهناك يتعرض أكبر الجوامع التاريخية وتحديدا في قرية القطابة شمال الخوخة والذي يتسع لألف مصلي، يتعرض لانهيار شامل في سقفه وأساساته وهيكله الخارجي ومرافقه المجاورة وأبرزها قبة أحد الأولياء كما جرت تسميتها محليا. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. جامع النور بالقطابة شمال الخوخة جنوب غرب الحديدة،
هكذا عرف في العقود الأخيرة بعد أن فقد اسمه الحقيقي في غفلة مفزعة توقف فيها نبض التاريخ هنا، ثم استفاق على عناوين جديدة كادت أن تفصله عن أصله، لولا دمه الحميري الطاهري ما زال يجري بين أروقته وقبابه وضريحه المركون على الجهة الجنوبية منذ أكثر من 500 عام، والذي تعرض أيضا هو للمغالطة التاريخية بنسب شخصية ذات مسمى حديث لم يقبلها مخبر الفحص التاريخي. أنا أتكلم عن هذا المسجد لأن هذا المسجد أنه من قديم، لا أحقده أنا ولا أبي ولا جدي ولا جده الذي من قبل، لأنه هذا من قديم، وكان والأجور والمسجد المؤخر كان يأجور من هذه النوع اللي سرحوا من الدوم من حق النخيل، لأنه وسرب وحشيش من اللي كان من فوق وتراب، لما يحصل مطر يتوطى مسبح المسجد، مسبح فيه العيال، مسبح للعيال يلعبوا بينه العيال مسبح، لأنه من المطر الفرشان كان معانا فرشان جدد، الناس تبرعوا فرشان جدد للمسجد ذا رموا به برع في الشارع. وبعد أن فقد اسمه في مرحلة منفصمة عن تاريخها ومقدساتها ومعالمها الدينية تحت تأثير الظروف المختلفة، ها هو اليوم بفعل الإهمال الرسمي القاتل يتناثر كتابه التاريخي كرماد تذروه الرياح، وربما يسدل الستار على واحد من أبرز المعالم الدينية والحضارية إذا ما استمر تجاهل الجهات الرسمية. علينا نوجه نداء إنساني لهذا الجامع التاريخي الذي هو على وشك الانهيار الآن كما رأيتم وصورتم، نوجه الحكومة، نطالب الحكومة والجهات الرسمية والمحافظ بأن يأتوا وينظروا إلى هذا الجامع اليتيم الذي ليس له أحد، وهو الجامع الوحيد الذي يضم أكثر من 1000 مصلي. الأهالي هنا بوعي ديني واهتمام حضاري وتاريخي يتوسلون إلى الأوقاف والثقافة، والتاريخ الذي يموت واقفا في هذه البلد يحذر مجددا وتكرارا من سقوط أحد أعمدته في الساحل الاتهامي، ولسان حاله أمة بلا تاريخ أمة بلا حاضر. محمد المغاربي المهرية لبرنامج أسبوع البلد من قرية القطابة شمال الخوخة. عقد في العاصمة المؤقتة عدن مؤتمر إشهار الخطط الاستراتيجية لمديريتي المعلى وخور مكسر، والذي تنظمه مؤسسة رنين اليمن بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ضمن مشروع مساهمة تنمية. نشاهد وإياكم التفاصيل في هذا التقرير. تنمية المحليات الخطوة الأولى لضمان التنمية الشاملة، عنوان المؤتمر الأول لإشهار الخطط الاستراتيجية لمديريتي خور مكسر والمعلى، والذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن بتنظيم من مؤسسة رنين اليمن وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ضمن مشروع مساهمة تنمية. واستعرض المؤتمر الخطط التنموية للمديريات المستهدفة والمتطلبات العاجلة والطارئة التي تحتاجها في عملية التنمية عبر السلطات المحلية والمنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة الأخرى، وتعزيز قدرات المجالس المحلية والشباب لبناء سياسات مخططة أكثر استدامة للمشاريع العامة. اتدربوا 6 أيام، 3 أيام هذه كان فيها نزولات ميدانية بحيث أنه ينزلوا على المديرية ويعرفوا فين المشكلة أو يقيسوا الاحتياج من المواطن نفسه، لأنه هو المصدر الأساسي لمعرفة المشكلة نفسها. فبعد كده رجعوا على قاعة تدريب ورسموا خريطة المديرية وحددوا فين مواقع المشاكل وإيش المشاكل. وأطلق المؤتمر حزمة من المشاريع المستقبلية التي لامست احتياجات المواطن الملحة والمتمثلة برباعية الخدمات الأهم كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والحد من السيول والأمطار، وإيجاد حلول تسهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي غاب فيه رجال الأعمال والقطاع الخاص، الأمر الذي قد يضعف من جوانب الدعم والتمويلات المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشاريع. الجهات الفاعلة المولة خارجيا لأنهم يستغلوا فلوسهم بالطريقة الصحيحة، تطلع خطط من المجتمع ذات أولوية قصوى، خطط طارئة عن طريق تدريب المجالس المحلية
والسلطة المحلية بشكل عام في صالة التدريب، وهذا اللي تم لمديريتي خور مكسر والمعلا، ثم عقب نزول ميداني تطبيقي لجميع أحياء المديريتين، أخذ آراء الناس واحتياجاتهم وطلباتهم. وفي المؤتمر الذي حضره شخصيات مجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والصندوق الاجتماعي للتنمية، دارت نقاشاته في سبل تطوير ورفع كفاءة الخطط المستعرضة للنهوض بواقع المديريات، وإجراء تقييمات لاحتياجات المجتمع المحلي، وإشراك الشباب والمجالس المحلية، وضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه السلطات المحلية لضمان تنفيذ الخطط في المراحل المقبلة. طبعا هذه الخطط التي طرحتها سبق أن تم النزول إلى جميع المؤسسات الحكومية وللبحث عن ما هي النواقص وما هي الصعوبات التي تعاني منها، وعليها وضعت الخطط الاستراتيجية المستقبلية. طبعا سيتم من خلال هذه الخطط مشاريع استثمارية كبيرة. المؤتمر شارك فيه 32 شابا وشابة من المديريتين على مدار 6 أيام متواصلة، مستهدفين رصد الاحتياجات المحلية من الواقع المعيشي باحترافية ووفق طرق حديثة في جمع البيانات ومهارات التنظيم والاتصال وتلبية احتياجات المجتمع. كما انتهى المؤتمر بتكريم عدد من المشاركين ضمن المبادرات الشبابية ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني. تحظى محافظة مأرب بالكثير من البرامج التدريبية المتنوعة التي تدل على التوجه المدني لهذه المدينة التي تمثل درع الجمهورية وصورتها الحضارية، ومن تلك البرامج التدريبية هي دورة الماكياج السينمائي والتي نفذتها الناشطة آيات ثابت مع مجموعة من الشباب والشابات لأول مرة في مأرب. نشاهد وإياكم التفاصيل. المكياج السينمائي واحدة من تقنيات صنع الدراما وإنتاج الأفلام التي لا زالت اليمن متأخرة في مواكبتها، وينعكس ذلك في ضعف هذا الجانب في الأعمال الدرامية والإعلامية اليمنية. وعادة ما يعبر عن المكياج السينمائي بتلك التقنيات المتداخلة مع مجموعة من المهارات التي تستخدم في تجسيد الدراما والأفلام لواقع معين، غالبا ما يرتبط بالعنف وحوادث القتل والجرائم وأحيانا لجوانب جمالية. في مدينة مأرب أصبح الاهتمام بمجال المكياج السينمائي في متناول مجموعات من الشباب والفتيات الذين وجدوا شغفا كبيرا في هذا المجال من منطلق الحاجة لتطويره. وكانت الناشطة آيات ثابت رأس حربة في إطلاق مبادرة مميزة للتدريب في مجال المكياج السينمائي، وبذلت جهودا لافتة لتوسيع الاهتمام به. نظرة المجتمع للمكياج السينمائي قبل الحملة اختلفت. قبل الحملة كانت عنف وأنتم متوحشين، أشياء كانت سلبية. بعد الحملة كانت نظرتهم للمكياج السينمائي إيجابي بشكل كبير، لأن أنا هدفت العمل، وصلت لهم العمل بشكل إيجابي، ناصرت قضية، وصلت رسالة. يرى هؤلاء الشباب أن قصص التعذيب والاعتقالات والعنف في ظل الحرب والفوضى الأمنية في البلاد دفعتهم للاهتمام بتطوير أدوات المكياج السينمائي للتعبير عن بعض القصص الإنسانية والحوادث ونقلها ومعالجتها. وصيتهم إن إحنا قادرين إن إحنا نصنع من المكياج السينمائي شيء إيجابي، ونهدف العمل بعيد إنه عنف، بعيد إنه جرح، بعيد إنه دم، بعيد إنه أشياء سلبية. وهذا مخيم تكوين كان نقلة نوعية بصراحة في للمكياج السينمائي في مأرب، وشيء مختلف وجديد ظهر في المحافظة. الآن بإذن الله بتعرض أعمال للمتدربين الذي دربتهم في المخيم، كلها تناصر قضايا وتوصل رسائل وفيها حملات. حاليا تعمل الفرق على إنتاج أعمال تجسد قصص تعذيب لمختطفين وجرائم قتل واعتقالات وحروق بقوالب فلاشات قصيرة وأفلام بتطبيق تقنيات المكياج السينمائي التي تدربوا عليها في أعمالهم. تتذوق آيات ورفاقها أن يجري بث أعمالهم بعد إنجازها قريبا، وينتظر هؤلاء دورا رسميا ومجتمعيا لدعم نشاطهم.
لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية مأرب. دورات وفعاليات وأنشطة شبابية متعددة في مأرب وغيرها من المحافظات. إلى الجوف، حيث مر ما يقارب الشهر على بداية العام الدراسي الجديد، لكن مدارس المحافظة لا تزال أبوابها مغلقة حتى الآن، ما ينذر بكارثة حقيقية تهدد مستقبل الطلاب وطالبات المحافظة. نشاهد التفاصيل في هذا التقرير. بعد مرور ما يقارب 25 يوما على بداية العام الدراسي الجديد في كل مدارس الجمهورية اليمنية عدا مدارس محافظة الجوف التي يصل عددها 448 مدرسة، لا تزال موصدة الأبواب بفعل الحرب الدائرة في المحافظة منذ بدايات العام الحالي. مر ما يقارب 25 يوم على بداية الدراسة، والمدارس في مديرية الحزم لا تزال مغلقة بسبب الصراعات والحروب، وهذا ينذر بكارثة مستقبلية تهدد مستقبل أبنائنا الطلاب. نحن نطالب بتجنيب التعليم هذه الصراعات والحروب، التعليم مهم الجميع. الحرب التي تسببت بحرمان ما يقارب 52 ألف طالب وطالبة من الدراسة، فضلا عن نزوح ما يقارب 1700 منهم خارج المحافظة، فالمدارس التي كانت في العام الماضي تشكو ازدحام الطلاب تبدو اليوم بهذا الشكل فارغة ومغلقة أبوابها في الوقت الذي من المفترض فيه فتحها أمام الطلاب والبدء بالعام الدراسي الجديد. معوقات كثيرة نالها القطاع التعليمي في الجوف، حيث أجبر ما يقارب 1215 من التربويين على النزوح خارج المحافظة، بالإضافة إلى استقطاع رواتب المعلمين وخصم 35% من رواتبهم المصروفة من قبل الحكومة الشرعية. كل هذه الممارسات وغيرها كثير أدت إلى انقطاع التعليم في المحافظة لهذا العام، وهكذا يدفع طلاب محافظة الجوف الكلفة الباهظة للحرب بحرمانهم من التعليم هذا العام. ويبقى التساؤل الملح، هل ستعود الجوف إلى عصور العزلة والظلام والتجهيل المتعمد؟ أم أنها ستتجاوز هذه الفترة الصعيبة وتعيد فتح مدارسها أمام الطلاب لنيل حقهم بالتعليم والمعرفة ككل طلاب العالم؟ ننتقل وإياكم إلى مجموعة من الأخبار المنوعة التي اخترناها لكم في أسبوع البلد، والبداية من المهرة، حيث نظم مركز اللغة المهرية معرضا خاصا بأنواع التحف والملابس النسائية القديمة، كما عرضت الزهرات مختلف الرقصات الشعبية لأبناء المهرة. وقال الأمين العام لمركز اللغة المهرية أنور كلشات أن الفعاليات التي انطلقت منذ يومين في المهرة تهدف للحفاظ على اللغة المهرية من الاندثار، وحث كلشات النساء المهريات للاعتزاز باللغة المهرية والحفاظ عليها. طالبت منظمتا اليونيسف واليونيسكو بإعادة صرف مرتبات 160 ألف معلم يمني يشكون من انقطاع رواتبهم منذ العام 2016. ودعا بيان صادر عن المنظمتين بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، دعا إلى استئناف دفع رواتب المعلمين أو دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلمين اليمنيين والموظفين في المدارس، وأشار أن تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم. وأضاف البيان أن الوضع المزري في اليمن بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الأوبئة أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة، كما أن أكثر من 5 ملايين طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا، هم الآن عرضة لخطر التسرب. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام أسبوع البلد، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. أرق وأجمل وأطيب التحايا مني مقدم البرنامج ومن معد البرنامج سيف عبد الناصر ومن كافة الطاقم، في أمان الله.